لماذا لم يحصل السيسي على الماجستير يا دكتورة شريفة؟ لم يحصل عليها لأنه لم يتخطى مستوى معين من إتقان اللغة الإنجليزية. هل فشلت مناهج كلية الحرب في تعليم السيسي معنى الديمقراطية؟ أعتقد أنه كان هناك إخفاق في شرح بعض الأمور النظرية، ولكنني أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأخرى تتحدث مع هذه الدول مثل مصر وغيرها من دول الشرق الأوسط غير الديمقراطية، فكنا نشرح لهم عن مدى أهمية حرية التعبير والديمقراطية في مكافحة الإرهاب. طلبوا مني ألا أخرج في هذه المقابلة، وقلت لهم أنني يعني وعدت بأن أخرج على هذه المقابلة، وبالتأكيد لا يمكنني أن أتراجع. Very disappointed at some of the things that have happened in the last 8 years, and I'm worried about the economic situation for, let's say, you know, the largest number of people in Egypt, given the rising prices and. So I think economically it's rocky. Politically, it just, you know, it hasn't opened as it could have, considering there's really no competition with the government and its leaders. So I'm disappointed about that.